بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثلي فقير أنا بجواك الثني حزنت لحزنك لما شكوت كأني أنا من أسافي اشتكيت فكان كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجت لما بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي المتجملات بالخلق والدين، أخواتي وإخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الروح إذا اكتست بالسمو وتعطرت بالطاعة وتكحلت بالعفاف، وما أعظم قدر الجسد إذا تجمل لمن ينبغي التجمل له، واستتر كالدر الثمين في الأصداف عمن يصان عن نظره. الجمال نعمة والتجمل سنة، والله جميل يحب الجمال. أو من ينشأ في الحلية، تلك طبيعة البنات، بل طبيعة الأنثى مهما كبرت سنا وقدرا فهي تحب التجمل، بل هي سمة حسنة فيها بلا ريب. إذن ماذا وراء التجمل؟ إذا هي التزمت بشرع الله تعالى، الله يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، ولذلك نقول لها تجملي تجملي تجملي. لكن لمن هذا التجمل؟ وكيف يكون؟ وأين يكون؟ البشر يحبون الحرية ولكن قد يشقون بها، والبنات يحببن الزينة والمكياج ولكن قد ينكببن بسببها في سلة المهملات. الزينة ذوق وانضباط، ذوق وانضباط. كم أتمنى أن تكون هاتان الكلمتان شعارا لحملات واسعة في جامعات بناتنا ومدارسهن. إلى التقرير. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت فبوحي بما شئت والله أكثر ما تهتم المرأة بجماله من جسدها هو وجهها، ومن أجله تكثر من شراء مستحضرات التجميل لتبدو أكثر بهاء في نظر من يراها. ولكن الواقع يقول إن مكياج العالم كله لن يستطيع أن يغير ملامح الوجه النفسية. الجمال مو بالمكياج، الجمال ليس بالنمص، الجمال ليس بالتبرج المحرم. كما يتجاهل هؤلاء الفتيات الأثر الجمالي العكسي الذي يحدثه المكياج حين يطفئ نور الوجه ويشوه ملامحه الخلابة التي منحها المبدع العظيم سبحانه، بل ثبت أنه قد يؤدي إلى التعاسة والإصابة بالوسوسة، وربما أدى تدريجيا إلى الإصابة باختلالات نفسية، وقد يؤدي الاهتمام الزائد بالتجمل إلى تنام روح الغرور في نفس المرأة تفقد تقدير الناس لها، وهي بذلك تهدر عمرها في أمور تافهة غير مفيدة. عليك بكل ما هو طبيعي، وخففي خففي من كل المساحيق الصناعية أو اصجريها إذا استطعت، وتجنبي كل ما يؤدي إلى فساد عبادتك ومنع ماء الوضوء من الوصول إلى بشرتك من مناخير أو صبغات للشعر ثخينة لتكوني جذابة أكثر قريبة من ربك ليبارك الله لك في حياتك وفي جمالك. أبشرك بشارة عظيمة رائعة، لأنك ستكونين أجمل من الحور العين في الجنة إذا سلكت للجنة مسلكها من العمل الصالح والنية الصالحة. وفقك الله وستر عليك. بنيت بطوبي
مرحبا بكم. منذ 1970 الميلاد، يعني أكثر من 40 سنة، بدأت المرأة الحديثة رحلتها مع المكياج الحديث. بينما تزين المرأة بالمواد المختلفة كان عبر التاريخ منذ أن عرفت المرأة، والمرأة تحاول أن تتزين بشيء مما حولها من مساحيق أو مواد مختلفة. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك أيضا مواد للزينة، فهناك الكحل وهناك الحناء وغير ذلك من بعض المواد للتجميل، حتى عرفت بعض النساء أنهن يأتين إلى العروس فيجملنها ويمشطنها كما فعلنا مع عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن يدخلنها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه طبيعة ومتوقعة من كل أنثى طبيعية سوية أنها تبحث عن الزينة. هذه النظرة الواقعية تجعلنا نسأل مجموعة من الأسئلة الأخرى. إذا كان هذا الأمر طبيعيا فلا بد أن يكون له حدود وله أيضا ضوابط. دون شك أن أي أمر يقوم به الإنسان سواء الرجل أو المرأة ودون انضباط قد ينقلب عليه سوءا، إذا لم يفهمه حتى فهما صحيحا فقد يسيء إلى نفسه به. تخيلوا، وهذا قد حدث، التفت مرة إلى بنيتي الصغيرة ذات 3 أعوام وإذا بها قد التفتت إلى مكياج أمها ولطخت وجهها بمجموعة من المساحيق، فوضعت شيء من أحمر الشفاه وشيء من بودرة من البودرة الطبيعية وشيء وشيء وكحلة وغير ذلك، فخرجت لنا لوحة فيها مجموعة من الألوان ومجموعة من الأشكال. هي تقلد بطبيعة الحال الأنثى التي أكبر منها، المرأة التي أكبر وهي أمها، وطبيعة الحال هذا هو تقليد طبيعي. إذن نحن نسير في الواقع في هذه القضية مع الطبيعة ولكن تحتاج إلى انضباط. مما يظهر الآن أن كثيرا من البنات يتعاملن مع قضية المكياج دون انضباط وإنما هو بالتقليد فقط، فهن يختارن المساحيق المختلفة، وقد تكون هذه المساحيق صنعت من مواد حيوانية بشرية أو حيوانية مختلفة، أو قد تكون صنعت من مواد كيميائية مضرة جدا للغاية، ومع ذلك فإن هؤلاء البنات لا يسألن عن أصل الصنع، مما هو ثابت أن بعض هذه المساحيق أيضا مؤثرة تأثيرا سلبيا على بشرة الفتاة أو البنت، وإذا بكرت البنت في وقت مبكر جدا فإننا لا نعرف ماذا سيحصل في هذه البشرة التي بدأت تتغضن وتتخدد إذا غسلت الفتاة المكياج عن وجهها، خاصة تلك الفتاة التي تضع كريم الأساسي تغطي البشرة بالكامل ويبقى لمدة طويلة وتنام وتصحو وهذه المادة على جسدها، فإذا بها تتفاجأ بمجموعة من المشكلات قد نسأل عنها إحدى الخبيرات بعد قليل. إذن الله جميل يحب الجمال، وقد رؤي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوما وهو يتزين، فسألوه لمن تتزين؟ فقال أتزين لها لزوجتي. فقال أتتزين لزوجتك؟ أو تعلم شيئا من كتاب الله عز وجل في ذلك؟ قال نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل أنا رجل وأتذكر الآن أن في جيبي مشط وفي جيبي قارورة عطر وربما أحمل مسواكا لأزين به شفتي وأسناني، فكيف بالفتاة؟ أكيد أن كل فتاة لديها حقيبة وفي الحقيبة مجموعة من الأدوات المختلفة التي تنتقيها بشفافية عالية ويصلح ما يصلح آخر ما نزل ماركات إلى غير ذلك. ولذلك جاءت عندنا سلسلة من الأسئلة التي نتمنى أن نستفيد منها إن شاء الله من خلال طرحنا في هذه الليلة. إحدى الأخوات كعادتها جزاها الله خير في الفترة الأخيرة طرحت لنا مجموعة من الأسئلة على مجموعة من البنات، وأنا حقيقة أشكرها الأستاذة أفنان الفريدي لأنها تقوم بعمل نحن نحتاج إليه في البرنامج، أن نتعرف على رأي الفتيات مباشرة في هذه القضية، كما أني أشكر دائما فريق العمل الرائع الذي يحضر لمادة الحلقة. يعني تقول مثلا، سألت كيف ترين اهتمامك بالمكياج؟ تقول أنا اهتمامي به بسيط. بعض البنات تهتم به بشكل كبير جدا،
طبيعة المجتمع الذي نحن نعيش فيه أنه لا يستحسن أن البنت قبل الزواج تهتم بمكياجها بقدر كبير، بل لا أخفيكم بأن الفتاة قبل تقريبا 20 سنة لو أنها لمست المكياج أو أنها وضعت المكياج على وجهها ربما عوقبت في البيت بالضرب الشديد. لماذا؟ لأنهم يرون أنها تجاوزت حدود الفتاة التي تكون في خدرها، لا تتعرض لهذه الزينة وخاصة الزينة الحديثة، يعني يمكن يضعون الكحل، يمكن يحنونها نعم، ولكنهم لا يسمحون لها بوضع المكياج لأنهم يرون أنه ليس لها. كثير من البنات طبعا، من واحدة تقول عادي، ومن واحدة تقول أنا أهتم به، ومن واحدة تقول أنا لا أهتم به أصلا. سألت أيضا هل والدتك مؤيدة أم معارضة لوضعه؟ بنات قالوا نعم هي مؤيدة، وأحيانا تقول لي أن أنت قاعدة تحطي المكياج بشكل أكثر من اللازم، أكثر من المطلوب، ولذلك فعلا أنا أشير لهذه القضية أن المبالغة التي تصنعها أحيانا بعض البنات وبعض السيدات كذلك بأن تحول وجهها إلى لوحة مصبوغة بالكامل ليس فيها من جلدها الأصلي شيء نهائيا، بل أصبحت وكأنها لبست قناعا كاملا، بل أنا أعرف أنه يسمى أحيانا قناع لأنه يكسر الوجه بطريقة مختلفة. أقول بكل وضوح أن التقنع هذا ولبس قناع من المكياج أمام الأخريات إذا كنا نساء بهدف أن تعطي نفسك صورة أخرى غير الصورة التي خلقك الله عز وجل عليها هو خداع للذات، هو خداع للناس. ولو ترتب على هذه الصورة المتجملة والمقنعة خطبة على سبيل المثال، فقد يكون في باطن هذه الخطبة الفراق والطلاق، ذلك لأن الرجل قد يتفاجأ في النهاية بأن التي أخذها ليست تلك التي رآها في تلك الليلة التي يمكن أن نسميها الرؤية الشرعية، شوف نسميها وهي الرؤية الشرعية. أيضا حينما تخدع الفتاة أم الفتى وأخت الفتى ويأخذون صورة ويذهبون بها إلى الشاب، خاصة إذا كان هذا الأمر له علاقة بلون البشرة، بشكل بحجم أحجام تفاصيل الفم أو العينين أو غير ذلك، مما يلعب به المكياج الآن بطريقة غريبة جدا وليست سهلة، يعني فعلا قد يغير ملامح الوجه. فأقول إن هذا نوع فعلا من الخداع الذي ليس من صالح الفتاة، فمن صالح الفتاة أن يتعرف الشاب الذي يريد أن يخطبها على وضعها الطبيعي لأنها زوجته، يعني ليس هي فترة قصيرة وتتركه، وإنما هي زوجته يعني مدى الحياة، فليس من صالحها أن يتفاجأ بعد ذلك بما لا يحسن. طيب، يعني هل تنصح بأن الوحدة في ليلة الشوفة أو ليلة الرؤية الشرعية أن تخرج دون أي لمسات من المكياج؟ لا، ممكن أن تضع شيء من الكحل، ممكن تضع شيء من التجمل بألوان الشفتين أو غير ذلك بطريقة بسيطة يعرف الرجل أنها مغيرة، يعني هذا أمر طبيعي اعتاد الناس عليها، لكن أن تتقنع تماما بقناع آخر نعم ليس من صالحها أبدا، وليس أيضا في الجانب الشرعي، هو في الجانب الشرعي محاط بكثير من التخوفات أن قد يحدث بعد ذلك ما لا يحسن عقباه بعد الزواج. بعض البنات تأخذ وقتا طويلا جدا في قضية المكياج، فقد تجلس نحو ساعة ساعتين أو 3 ساعات، هو جزء الحقيقة من الحياة، فإذا تكرر كل يوم فلا شك بأن المكياج أصبح يأخذ من الأوقات، من أوقات الأشياء التي هي أهم، وهو ما نسميها اضطراب الأوليات. يعني هل المكياج أولية في حياة الفتاة رقم واحد؟ أكيد لا، هناك الدين، هناك الأخلاق، هناك الدراسة، هناك خدمة البيت، بر الوالدين، أن يكون لها قدر وجانب عطاء وتطوع في مجتمعها، والمكياج جزء من الأشياء التي تهتم بها الفتاة، وحنا نعتبرها أولية بالنسبة للفتاة، لكن ليس أولية تتقدم على الأوليات الأخرى. نسمع الآن إلى أمل من جدة. السلام عليكم أمل. لو سمحت اسمعينا من الهاتف وأغلق التلفزيون. وعليكم السلام. تفضل يا أمل. أيوة تفضل يا أمل. طيب، هناك أمل من القنفذة. السلام عليكم أمل. أمل. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي بنتي. أنا حابة بالنسبة للبنت
اللي تحط مكياج كثير وتطلع الأسواق و يعني ما أدري إيش وضعها الصراحة، تحط مكياج كثير وتطلع أوكي يعني إذا في البيت مناسبات بين البنات طيب، لكن بالنسبة يعني كثير ما نشوف في الأسواق برا أحيانا أماكن عامة أحسه غلط. صحيح أحسنت. أكيد غلط إذا كانت خاصة اللي يسمونها بنتي مكياج السوق صح؟ أيوة ويتعمدون تروح تضع لها مكياج فقط مما يظهر جزء من الخدين والعينين والرموش وتضع ظل وتضع إلى آخرة وتكشف طبعا هذا الجزء لتفتن الخلق، ومعروف أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تكون كأنها شرفة للشيطان يفتن بها الشباب أو الرجال الذين من حولها، بدل ما تصير محضر خير صارت محضر شر. وبالمناسبة أكثر واحدة تضرر هي الفتاة نفسها التي يفتتن بها شاب يمكن يلاحقها يمكن يفتنها. أيوة في الأخير يعني تقول ليش؟ نعم أحسنتي يا سلام عليش. ترى بالمناسبة الأسبوع الماضي لما كان حديثنا عن مع الشيخ محمد حول بعض ما يحصل من ابتزاز وبعد ما يحصل من أمور، وجدنا أنهم أن حدث شيء غريب، أن بعض الشباب قالوا ظلمتونا، كل الرجال للرجال، فالمرأة التي أو البنت التي تقوم بوضع مكياج وتتزين وتلبس أحسن يعني ملابسها وتأتي إلينا ونشوفها، أليست هي شريكة معنا؟ الصراحة نعم هي شريكة، هي شريكة دون شك. شكرا أمل، شكرا على هذه المداخلة المهمة للغاية. طيب هناك أيضا سؤال، هل تعتقدين أن المؤثر الأول في المبالغة هي بيئة الأسرة، الصديقات، الإعلام، أي شيء أكثر يؤثر أكثر؟ الحقيقة طبعا أكيد أكبر مؤثر هنا الصديقات، ولذلك احنا دائما نقول يا بنتي اختاري صديقاتك بطريقة صحيحة، إياك أن تظلي ولو يوما واحدا مع صديقة مصنفة أنها صديقة منحرفة، صديقة سوء، لا تأمرك بمعروف ولا تنهاك عن المنكر، بل قد تجرك إلى المنكر جرة. ها ايش سويتي؟ ايش آخر شيء؟ ليش ما تلبسين؟ ليش ما تحطين؟ احنا بنطلع السوق مع بعض، خلونا نسوي هذا. البنات هن أنا أسميهم دلالات المنكر، أسميهم نعم دلالات المنكر في هذا الشريط اللي اختارته إحدى البنات وأنا لا أعلم، لكن اختار جزاها الله خير طريقه إلى الجمال. بالمناسبة هو موجود على الإنترنت، يمكن أي واحدة تستمع إليه مباشرة. هذا يعني ذكرت فيه أن بعض البنات تحولنا إلى دلالات للفساد في داخل بيئات البنات، مدارس وجامعات، ولا شك أن ذلك له أثر وأضرار كبيرة جدا. هل للثقة بالنفس دور في وضع المكياج؟ نعم أحيانا، فالبنت اللي واثقة من نفسها تضع مكياج بقدر طبيعي بسيط، لكن الفتاة المرأة التي تزيد من وضع المكياج وتتجمل أكثر من اللازم عندها مشكلة، عندها شك في شكلها، أو عندها احنا نقول كل واحدة خلقها الله سبحانه وتعالى بنسبة من الجمال. أول شيء هو اقبلي نفسك كما أنت، هذا الأمر لو فعلتيه هذا يسمونه في علم النفس التوافق النفسي، إذا فعلتي اطمأنت نفسك، ارتحتي، شعرت بأنك سعيدة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن هناك من هي أجمل منك خلقا ولكنها قد تكون سيئة الخلق. يعني الفتاة والمرأة متوسطة الخلق مقبولة الخلق، مقبولة الخلق، مقبولة الجمال، هي أحسن ألف مرة من امرأة حادة الجمال ولكنها سيئة الخلق. لماذا؟ لأن تلك مقبولة تبتسم فتكون أجمل من أي امرأة أخرى، تكون طيبة في تعاملها مع الآخرين فيحب الناس كلهم أن يجلسوا معها، ذات أريحية عالية فتكون في المكان الذي هي فيه مبعث سعادة. بينما العكس صحيح، تلك المرأة التي تجد في نفسها أنها أجمل من الأخريات فتغتر وتتغطرس وتنسى أن هذا الجمال قد ينتهي في لحظة واحدة وهي جالسة تقلي بطاطس، لو هجم هذا العفريت الجالس في داخل الزيت لو المغلي، لو التقط النار التي تحته
لهب في وجه البعيدة وحول هذا الجمال إلى قبح كامل. وقد يحدث هذا في لحظة واحدة لا قدر الله، لأي الجمال كما هو نعمة أعطاها الله سبحانه وتعالى فقد يأخذها في لحظة، ولذلك علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى وريث الورق. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي. كما اعتدنا يعني نسمع من بعض بناتنا مجموعة من الخواطر البديعة الرائعة. هذه رحيق تقول: أخيتي تجملي، ضعي كل المساحيق التجميلية التي تفضلينها، فهذا حقك وهذا الواجب عليك، فالله جميل يحب الجمال، لكن هذا الجمال له حدود، وهذه الحدود هي ألا تغيري خلقة بارئك، وألا تقلدي المغنيات والفنانات الضائعات، لابد أن تتمسكي بدينك، فهو أساس الجمال، وهو بحبله وهو موصول بحبل الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم. شكرا أخيتي على إنصاتك، وشكرا لبوح البنات. أفنان تقول: غارقة هي في همها، فهي تريد أن تصبح جميلة، تبحث عن الماركات وأشهر الماركات، تظل ساعات طوال بأصباغها على وجهها، قد غيرت معالم وجهها، ولو رآها أحد عجز عن معرفة شخصيتها، غير مقتنعة بما وهبها الله من جمال، تارة تغير لون عينيها بالعدسات، وتارة أخرى تتركها كما هي. مهلا صديقتي يا باحثة عن الجمال، فأنت جميلة دون مساحيق تضعينها في وجهك، تشوهين بها الملامح البريئة، لست مانعة للزينة عنك، بل هي لمسات ووسطية بالاهتمام والكثير من الثقة بالنفس واليقين التام بأن منبع الجمال في داخلك، وإن أردت نورا في وجهك وضياء فعليك بالقرآن والذكر وقيام الليل، وأكثري من الاستغفار لترطبي به شفاهك بأزهى الألوان، وأما عيناك فاحميهما من النظر المحرم، فهما سيبدوان دون هالات سوداء من السهر على معصية الله، وأجمل كثيرا بوضوء حسن ينير وجهك، فهذا ما تحتاجينه أخيتي كي تصبحي أجمل فتاة، جملك الله بالإيمان وحسن الخلق والتقوى. سميرة العماري تقول: أخيتي كفاك بحثا عن جمال مزيف وعن تصنع ولباقة تنزع حياءك، وحيرة دائما بين أقلام حمراء ولباس ضيق وقصير قبل الطويل، هكذا أصبح الجمال؟ أن نغضب الرب العلام؟ لا والله ليس بجمال، إنه قناع ترتدينه يمدح ويثنى عليه وفي داخله يفقد جماله. هيا هيا أخيتي فلنتجمل بمساحيق الوضوء، ولتكن حمرتنا استغفارا ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلنضع رؤية الله عز وجل أمامنا لنرى الدنيا أجمل، هيا بنا لنتجمل برضا الله سبحانه وتعالى. شكرا لكنا بناتي، والآن نسمع إلى اتصال من أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك حياك الله في برنامج بوح البنات. أهلا وسهلا. أنا بحضر أستاذة الكريمة، الحقيقة في أسئلة كثيرة جدا، لكن أنا أتمنى تعطينا أنت مقدمة بسيطة عن المكياج والبنات في هالسن. سن البنات تتكلم ما قبل الزواج، يعني ممكن من تقريبا من 17 سنة لفوق. هنا هو ده المفروض أن الفترة اللي تستخدمها فيها الميك اب، وبيكون الميك اب خفيف يعني ما يكونش كثير يعني أوفر. طيب لو صار ثقيل ايش المشكله؟ يعني ما الاثار اللي قد يتركه المكياج اذا كان كثيفا؟ لان هي بشرتها اصلا بتبقى في مرحله نمو، لسه بشرتها يعني مش محتاجه الميك اب. الميك اب ليه اضرار كتير على فكره. أيوة مثل ايش الاضرار؟ يعني ممكن يعمل لها نمش،
ممكن يعمل لها ان هي ما بتبقاش مهتميه اكتر بتنظيف البشره، ان هي ما عندهاش لسه وعي لتنظيف البشره، ايه الكريمات اللي هي ممكن تستخدمها مفيده او ضاره للبشره. أيوة. بس مش اكتر بيعمل لها تجاعيد مبكره، بيعمل لها بهتان او اصفرار في البشره. وهذا حقيقة فعلا يعني سمعنا كثيرا أنه بعض البنات ما جي وقت الزواج إلا صار عندها تغضن في البشرة أو يعني فعلا بعض التجاعيد وهي فتاة صغيرة، وهي لسه صغيرة، ممكن استخدمت منتج خطأ أو ما اهتمتش بتغذية البشرة كويس. الاستخدام المستمر للميك اب أنه هو بيعمل بهتان، بيخلي البشرة تعبانة مجهدة، فلازم طيب. تبقى متعودة أن هي تستخدم ميك اب باستمرار. أيوة. طيب أستاذ، إحنا ممكن ترى نستمع بعض الاتصالات إذا جات من البنات يا مخرجنا الكريم، حتى نستمع من الأستاذ مباشرة عن إجابات أسئلة البنات مباشرة. لكن أنا حقيقة عندي يعني سؤال في قضية المكياج. الحين المكياج اللي نشوف الحين البنات قد تذهب إلى محلات الكوفرة أو المحلات أو مشاغل النسائية عدة مرات، وفي صرف ما هو قليل. يعني ماذا يمكن أن تتعلم الفتاة في هذه الفترة مما يكفيها نفسها وأخواتها داخل البيت؟ يعني ألا تنصحين أنها يكون عندها بعض المهارات في وضع المكياج؟ في الفترة مش مشكلة، عادي يبقى عندها مهارات، لأن في بنات كتير في سن صغير بتبقى محتاجة أن هي يبقى عندها فكرة، يعني بتحب هوايتها الميك اب، تحب تاخد خبرة، مفيش مشاكل أن هي تروح وتاخد خبرة، يعني بالعكس هتستفاد أكتر فيما بعد. إنما الإفراط الزايد في الميك اب مش كويس للبشرة، بالذات للبنات الصغيرين. اي نعم. طيب هل في علاقة يعني بين المكياج وبين السن هذه اللي احنا نتكلم عنها من الناحية الأخلاقية، يعني من الناحية السلوكية طبعاً. ايوه كيف؟ طبعا، لان احنا في مجتمع عربي ان احنا البنت مش يعني مش متعودين ان هي تحط الميك اب، بالعكس ان البنت قبل الجواز يعني في السن الصغير مش مستحب بالنسبة في الدول الإسلامية. ايوه، يعني معناها ان المجتمع لن يوافق على ان تكون هذه عاده ومستمره. بس انا ملاحظه ان ظاهره كتير، يعني البنات قايمين دلوقتي، وبعدين ان الميك اب بيكبر يعني بيدي سن اكبر من السن. طيب معلش انا بدخل مع انها اخلاقيا مش مناسبه، يعني مش مناسبه للسن الصغير. طيب يا استاذه، الحقيقه في شيء اخر الان، يعني البنات دخلوا في جانب آخر. أنا لست خبيرا طبعا ولا مختصا في هذا الجانب، لكن إنسان من هذا المجتمع أسمع هذه الأشياء، مثل تضخيم الشفتين، مثل يعني العبث بهرمونات الجسد، يعني أيوة، ودي تتكلمين شوي عند الموضوع هذا. والله بالنسبة للي هم الإبر اللي هم بيخدوها والحاجات اللي بيعبد فيما بعد، إن هي بتعمل ترهلات. أيوة. ومش مستحبة اصلا هي، يعني خليها ممكن بالميك اب، تقدر بدون ما تدخل المواد الكيماويه، ان هي بالميك اب تقدر تلعب الدور ده، ان هي تعمل نسخ للشفتين، تعمل اي حاجه بالميك اب، انما بالادويه والمواد الكيماويه دي مضره جدا، فيما بعد تعمل ترهلات للبشره. احسنتي، اذا يعني هي تستطيع ان تستغني عن الهرمونات والاشياء بالمكياج المؤقت. بالمكياج ايوه، الذي ممكن ان تغسله في وقت مبكر دون ان يحتاج ان يبقى لديها لمده طويله، فقد يؤثر عليها تاثيرا سلبيا. طيب اختيار استاذه، يعني انت خبيره في المكياج، اختيار نوعيات المكياج، هناك نوعيات يسمونها ماركات يعني غاليه جدا، وهناك نوعيات عاديه. احنا نسمع ان النوعيات العاديه قد تكون مضره، هل هذا صحيح ولا الماركات قاعده تسوق نفسها بهالكلام؟ لا لا بالعكس، لان الماركات العاديه بتبقى نسبه الكواليتي تبعها ايوه يعني مش مكلف، فبالماركات العالميه بيبقى في ابحاث، بيبقى في معامل، وما يقدروش ان بيعرضوا منتج الا اذا كان واخدين عليه ابحاث واخدين عليه براءة اختراع. يعني اما الماركات الثانيه فبتبقى فيها مضره جدا بالبشره، لان الكواليتي تبعها يعني مش الجوده العاليه. أي يعني معنى ذلك، ما يودي أفهم أكثر، يعني الآن لو بنت اشترت هذه المواد المكياج ما تستطيع تشتري يعني بالنسبة للأيلاينر الكحل بيبقى في نسبة رصاص أعلى. طيب سؤال أخير، ماذا عن المكياج القديم، إحياء المكياج القديم، يعني الكحل القديم عن الحديث، ما الفرق بين الكحل الطبيعي والكحل الآن اللي هي أقلام
الأقلام هذه اللي عند البنات، ما الفرق بين احنا نسميها الديرم، المادة هذه اللي يعني تكسو بها الأنثى والمرأة الشفتين بلون بني وأحيانا يصير أسود نبات هالشكل، احنا نسميه الديرم، وما تضعه الآن الفتاة من يعني أصباغ يسمونها أحمر الشفاء، شو الفرق؟ والله كل ما كان في تطور وتقدم في الميك اب كل ما كان أحسن، لأن كل حاجة فيها تطورات، فيها مواد جديدة، فيها يعني مش عارفة، يعني مش عارفة أوصلها إزاي لحضرتك. إيه نعم. إن القديم يعني الزمن، يعني عايزة أقول إن الوقت غير الوقت، في أيوة. تقدم أكتر، في تكنولوجيا أكتر. أيوة، يعني ترين إن ما دام في تقدم فالبنت تكون في يعني إطار هذا التقدم. شاكرين لك. أيوة يكون في تقدم. لا أنا ودك تضيفين شيء في إضافة عندك؟ لا لا شكرا. لا الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه الإضافات الجيدة. الحقيقة يعني نعود مرة أخرى لنقول أن هناك أيضا أمور شرعية في المكياج، فمثلا على سبيل المثال علماؤنا أو بعض علمائنا أفتوا في قضية يمكن انتشرت كثيرا عند البنات ويسألون عنها كثيرا، وهي قضية التشقير، وهي عملية صبغ يعني الشعر فوق العين، ثم وهذا الصبغ يؤدي إلى الاحتفاظ بجزء من الشعر بلون والباقي بلون البشرة دون نمص، فأفتوا بإباحته، وهو الحقيقة بديل شرعي يعني أو جاء شرعا على الأقل، مباح شرعا على الأقل بالنسبة للنمص، لكن النمص وارد في أحاديث صريحة بحرمته. أنا أتعجب حقيقة من الفتاة التي تنمص، وأعجب من ذلك تلك الفتاة التي تحلق تماما، تحلق الحاجب تماما، ألا تعلم أنها تتسبب في نفسها، وأن هذا قد يؤدي إلى أن يخرج بطريقة مشوهة في المستقبل، أو تبقى طول حياتها وهي تعصي الله سبحانه وتعالى. هناك يمكن معيار مهم جدا في هذه القضية، أن التغيير الثابت الدائم لا يجوز، بينما التغيير المؤقت بالصبغ وغيرها فهذا جائز ما دام لم يمس شيء ورد فيه أحكام شرعية وأحاديث شرعية ونصوص شرعية في حرمته. يا بنتي أنت ما تقومين به شيء أباحه الله عز وجل لك، فلا تجعلي معصية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي بيده أن يجملك في نفوس الآخرين وتقعين في قلوبهم وتكونين جاذبة لهم دون أن تحتاجي إلى أن تعصي سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى أنامل مبدعة. بنيت بطوبي تجارب عمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني في أنامل مبدعة طبعا نلتقي ببناتنا اللاتي حولنا أوقاتهن إلى منتج، إلى مصنع، إلى مشغل، إلى تصميم، إلى يعني شيء جميل تحس أنه هناك شيء منتج في النهاية تفرح به، وهو الذي يدل على موهبتها. موهبة بالكلام ما ينفع، لا بد يكون له إنتاج. معنا منال من جدة. السلام عليكم يا منال. منال السلام عليكم. أيوة تفضل يا منال، ودنا نعرف ما الشيء الذي تجيدينه وتحبين أن تمارسيه من الهوايات؟ والله ما أعرف يعني من حلقة، لكن منال منال أنت منبع نفسي. أيوة أقول سببي أضرار كثيرة في البشرة، منها الترهل، منها تقدم في العمر، ومنها أيضا أنه يكون سبب البشرة والنمر والشبور والشبور فيها، فلا يصح للبنات الكثار منها والاستعمال المكياج بكثرة. إن الله يحب الجمال، جميل يحب الجمال، لكن التخفيف من الجمال كوضع الكحول أو الأرواح بشكل بلمسات بسيطة من الأفضل عدم الإكثار منها. أحسنتي، شكرا أخت منال. منال متصلة، هي اختلطت يعني مع الأخت التي هي ضيفتنا، لكن هي أيضا ضيفتنا، ونرحب بك يا أخت منال. والفكرة طرحت فيها فكرة أتمنى أنها ترسخ في نفوس بناتنا، أن المكياج قد يترك آثارا مدى الحياة.
معنا ريما غانم اسماعيل. السلام عليكم ريما. عليكم السلام. ريما ارفعي صوتك شوي. وعليكم السلام. هلا هلا. ما الشيء الذي تجيده ريما وتحب ان تقضي وقتها فيه لتنتج به شيئا يفيد ويفيد الاخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه احب اشكركم على الاستضافه. احب اي شيء يتعلق بالطفل، التصوير، الاعمال، اخراج بالاطفال. ايوه. جميل. ايش الاشياء اللي قدمتيها للاطفال؟ المهرجانات. يعني معناها عندك فرقة؟ ايه. او تشاركين. طيب الفرقة هذه تقدم ايش؟ يعني انت اولا شو تجيدين؟ انت عندك تصوير، عندك مونتاج، عندك شو الاشياء تجيدينها انت بيدك يا ريما؟ التصوير والمونتاج والاخراج. والاخراج. ايوه. المنتجات اللي طلعينها كلها للطفولة؟ ايه. مثل ايش الاعمال التي ممكن الدخول على الانترنت؟ وعندش قناة في اليوتيوب؟ ايه عندي. جميل. باسم ايش عشان يدخلون البنات يشوفونها؟ ريما اسماعيل. ريما اسماعيل. طيب ايش احسن الكليبات اللي لو انا ما عندي وقت الا اسمع اثنين، ما هم الاثنان اللي تعتز بهم ريما؟ الامل. الامل. ايوه. ما اسمع. اقول اسال ان لو اريد انا اشوف اثنين من الكليبات اللي تسويتيها، ما هما شو ترشحين لنا نشوف؟ لا حاليا في كليب واحد انعرض وفي ثلاثه. وهو صديقه الجنان. صديقه الجنان. ايوه. معنى تقولين انعرض معناها عندك كليبات ثانيه؟ اي في. مثل ايش؟ مثل ايش؟ في الاسبوع الجاي ان شاء الله تعرض على قناه المجد. عرضات في المجد؟ لا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. في اي برنامج؟ تغريد. تغاريد. ما شاء الله. جميل جدا والله. يعني أن يكون في البنت لما تروح تتعب لها على عمل جيد ومتميز أنها تبعث إلى المجد هنا أو إلى القنوات الأطفال أيضا المختلفة إذا كانت للطفولة، وتعرضها وتستفيد هي أيضا أكثر أجرا إن شاء الله إذا كانت قصلت الأجر، وإحنا هذا اللي نتوقع ونحتسبه في بناتنا. طيب ما أدري كيف بدأتي قضية فن الإخراج، منين بديتي؟ من ما الانطلاقة عشان البنات يسمعون يعرفون المراحل اللي مشيتي فيها حتى وصلتي الآن أصبحت عندك فرقة وعندك منتج ممكن يعرض على قناة فضائية؟ البداية كانت الجدية من سنة. طيب. لكن قبل سنوات كانت في هواية. أيوة. من سنة بديتي يعني عمل احترافي قصدك؟ الجدية. أي في إعلام. ايوه. وانت عندك يعني تقولين مجموعه وفريق عمل، كيف اخترتيهم؟ أيوة. يعني من داخل المدرسه ولا من الحي او لا؟ من الاقارب. من الاقارب. وكلهم بنات عندهم قدرات خاصه طبعا. ايوه ايوه. اشتركتوا في مهرجانات؟ ايوه. مثل ايش؟ مهرجانات الايتام، حفلات النجاح. يا سلام، جميل جدا. الله يوفقكم. ريما عندك شيء بدك تضيفينه؟ لا. الله يوفقك. عموما اللي يتواصل مع ريما من اجل المهرجانات يمكن عن طريق قناتها في اليوتيوب او يمكن لها موقع الفيسبوك. ليش موقع الفيسبوك؟ ايوه ممكن يستفيد. يعني ممكن انتم في اي مدينه؟ الرياض. في مدينه الرياض. حتى يعني الذين يسمعون من الرياض يمكن ان يستفيدوا في ما عندهم من مهرجانات يقدمونها للاطفال. طبعا لازم نعترف ان ما يقدم للاطفال حتى الان قليل جدا لاحتياجهم، فهم الاكثر في عالمنا وفي بلدنا هذه خاصه. شكرا ريما، شكرا جزيلا لك. نعود مره اخرى لنضع بعض اللمسات المهمه جدا في هذه القضيه. منها ان المكياج بالنسبة للفتاة لا بد أن يتقبل الأهل هذه القضية، وأن يكون إذا كان عندهم بعض الضوابط يعطونها بعض الضوابط. أما الحرمان الكامل للبنت من شيء تحبه وتميل إليه فهو غير مستحسن. وقد بدأ أن بعض البنات أنها ممكن تروح تتزين في الوقت الذي لا يراها فيها الأهل لأنها ممنوعة في الداخل، فتأخذ بعض المساحيق معها أو مع صديقة لها، ثم إذا ذهبت إلى مكان حفلة ولا شيء قامت بشيء من وراء الأهل. إحنا ما نبغى شيء من وراء الأهل أبدا، نبغى البنت اللي تسويه قدام أهلها واللي تسويه قدام الناس حتى تكون شفافة معاهم، تعيش في أمن نفسي، ما تخاف أن أحد يسمع ولا أحد يدري ولا أحد يعني ما فعلته، لأن هذا ليس منكرا إذا لم تفعل فيه أشياء منكرة. النقطة الثانية
أن أي شيء من هذه الأمور التجميلية الجديدة أو التي تشكين فيها عليك أن تسألي المشايخ والعلماء الشرعيين. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي السؤال، يعني الشخص الذي لا يعرف ويتعثر عليه أن يعرف الحكم الشرعي يجب أن يسأل عنه حتى لا نصنع شيء يغضب خالقنا وإنما نكون في هذا الإطار الشرعي الجميل. أمر مهم أيضا وهو ما مدى يا بناتي يعني الحصة التي يمكن أن نهبها من الأموال ومن الأوقات للتجمل. ليس صحيحا أن نهب الوقت الأطول ولا أكثر الأموال كما هي الآن الأرقام الفلكية التي نراها سنويا تصدر عندنا في بلادنا وبلاد العربية بالنسبة كم تنفق المرأة على المساحيق، لا شك أن هذا شيء كثير جدا وقد يتحول إلى إسراف، والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. معنا أم خالد من أبها. السلام عليكم أم خالد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوه. تفضلي أم خالد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الموضوع اليوم عن المكياج والفتيات، فأنصح كل فتاة يعني استخدام المكياج استخدام مضر للبشرة وعدم الإكثار منه. أحسنتي. طبعا السبب لعدم لعدم البشرة وأنا لا أستخدم استخدام كثير جدا، وإنما لمسات بسيطة وعندي كلمة بسيطة عن المكياج وأضرارها. تفضلي بس. نعم. بخصوص تدعيم مبكرة، ثانيا ارتخاء أعصاب الوجه، ثالثا تصاص اصحاب الأهداب بالرموش، رابعا انقطاع لون الوجه بالسيد الشابة لأن الحين كانت دخلت إلى الشيخوخة منذ زمن يدايك. أحسنت يا معلومات هامة جدا مستحضرات كثيرة. نشرت مقالة في طبيب أمراض في دار الخصوبة النسائية تحدث في حال استخدام المنشأة لما يكون الأضرار سيئة على البشرة. شكرا جزيلا لك. شكرا يا بنتي على هذه المعلومات القيمة، وحنقول للبنات تثقفنا في هذا الاتجاه. فقرة مواعيدي مع الابن محمد الآن، لكني أنتظر أيضا إذا كان الفيديو قد جهز نشوف الفيديو. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله كل الأشياء من حولنا يمكن تزييفها، يمكن أن تلبس أقنعة تسير بها بين قلوب مائلة مميلة تفتقد نبضات الجمال الحقيقي الذي يسكن الداخل ليفيض على الظاهر، وفي زوايا الإهمال أخلاق تتمنى أن تكسى بباب تلك الحلا بين الجمال الفاني والجمال الباقي. تأهت خطوات المكياج المتموج بني المائد الذي يكاد يخفي الملامح البريئة، كم نحن مشغولات بتجميل ملامحنا التي نخادع بها الآخرين. لقد نسينا قلوبنا التي غابت عنها فرشاتنا، أفئدتنا التي تنتظر أن تجمل بأبسط الأشياء منا. نقف رضاهم بشيء من الزيف ومن المبالغة التي تؤذينا. أريد أن أهمس لك وجهك لا يجمل للعابرين ولا يزدان لأعينهم التي توزع نبرات بكرم باذخ وبمقاصد فاسدة. تجملي دون معصية للإله، فإن الله جميل يحب الجمال، ولكن في صخب ذلك لا تنسي أن تجملي قلبك بالصفاء. يا الله يا الله، ماذا لو أننا نصطبغ بالإيمان بحسن الخلق بالود والإحسان للجميع وبالابتسامة التي تشع نورا لمن خصص الله لنا ورسوله أن نبتسم له. حتما ستزهو كل الألوان كلما زاد عمرنا. كلما زاد عمرنا. يا
بنيت بطوب تجاري بعمري سورا أصول به من فديت فبوحي بما شئت والله. شكرا لبنتنا الغالية على هذا التقديم ولفريق البرنامج على إعداد هذه الفيديوهات المتتابعة. والحقيقة اليوم يعني صور بنيات صغيرات وهم قاعدين يشخبطون على وجيههم ويعني ينشدون تطلع بشكل أقصى ما تستطيع تضع من المكياج على وجهها عشان تبدو بهذه الصورة اللي شفناها يعني قبل قليل. يكفي أنها تحذر الكبيرات أنها تفعل ذلك لأن ترى هذا ليس جمالا وإنما هو شيء من القبح. هذا هي الحقيقة. لكن سنأخذ الآن المواعيد اللي تركنا فيها محمد كم حلقة وهو يعود لنا مرة ثانية. حياك الله محمد. الله يحييك. ماذا عندك من المواعيد؟ مجموعة مواعيد وإن شاء الله أنها تكون قيمة وفيها إن شاء الله يقتدون بها البنات إن شاء الله. وبدايتها ومطلعها هذا الخبر: فريق انتماء التطوعي يقيم حفل السعادة بعنيزة. والخبر الثاني: ذاتك علامة تجارية، دورة يقدمها الأستاذ فهد الفهيد الثلاثاء المقبل. ومكتب الدعوة ببلرين يطلق مشروع غراس الخير للفتيات. الخبر الأول: حيث يعلن فريق انتماء التطوعي عن إقامة حفل السعادة الجديد الذي يضم مجموعة من أطفال دار الحضانة بعدينزة ويحتوي عددا من الفقرات الشيقة والمتنوعة. وكما عودكم الفريق دائما ستكون هناك تغطية على حساباتهم الموجودة في اليوتيوب والإنستغرام وتويتر فترقبوهم. الخبر الثاني: يعلن مركز أملي للتدريب عن دورة ذاتك علامة تجارية للمدرب الأستاذ فهد عبد الرحمن الفهيد، وتهدف الدورة إلى كيف تكتشف ذاتك وتسوق لها والركائز الأربعة للتسويق وتفعيلها على مستوى ذاتك وتسويق الذات في الحياة العملية، وكيف تقيم نفسك وتسعرها، وكيف تنتقل في مسيرة حياتك، واستعراض أبرز النجاحات وغيرها الكثير من المحاور المهمة في حياتنا. موعد الدورة: الثلاثاء 16/1/1435 من الساعة 4:30 حتى 8:30. رسوم الدورة وضعت لها رسوم، طبعا الدورة مقدمة للرجال وللنساء. لتسجيل النساء 053-737-8787. الخبر الثالث: ببلرين يسر القسم النسائي بمكتب الدعوة ببلرين بدعوتكم لتسجيل مشروع غراس الخير، وشعارهم: معا لننتج جيلا واعيا معتزا بعقيدته داعيا لها. وضعت شروط للتسجيل والتسجيل بمقر القسم النسائي للمكتب. للتواصل: جوال النساء 050-625-2172. هذه مواعيدنا هذه الحلقة. أنا الحقيقة ودي أضيف شيء، لنا في بريدة كنا في المنتقى السنوي الثالث وذهبت صدفتني كلية الشريعة للبنات هناك وتحدثنا كثيرا في قضايا متعددة، لكن الشيء اللي سرني الحقيقة أن هناك مركز التثقيف الأسري قامته جمعية أسرة مع عمادة شؤون الطلاب بقيادة الدكتور خالد الشريدة. وأنا أدعو بنات الكلية الألوف ما شاء الله أن يستفيدن من مركز التثقيف الأسري، لأن فيه تدريب وفيه كذلك استشارات في أماكن أنيقة للغاية. اللمسات الأنثوية وظاهرة واضحة جدا. طبعا زرت المكان بعد خلوه من بناتنا. الحقيقة في نهاية هذه الحلقة أحب أن أذكر بأن حلقتنا القادمة ستكون عن موضوع مأساوي جدا، عنوانه بنات مطلقات، وقد يكون ضيفنا إن شاء الله فضيلة الشيخ والدنا الكريم الشيخ سعيد بن مسفر بإذن الله تعالى. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيت بطوب تجاري بعمري سورا أصول به من فديت فبوحي